مرحبا وياكم احبة بقناة البستان العربي. هذا التين اسباني، تين مخطط اسمه مارتينينكا رومادا. طبعا يكون التخطيط مالته مختلف، خطوط بيضاء الى خطوط خضراء، عريضة الى خفيفة، طبعا من فاكهة الى فاكهة. اغلب اوراقه تكون ثلاث اصابع، احيانا ينتج خمس اصابع بس نسبة قليلة. لما ينضج يبدي يتدرج من الابيض والاخضر الى ارجواني واحمر، وبعدين احيانا نهائيا اللون المخطط يروح يصير كله لون غامق، يعني تقريبا شبيه الاسود. طبعا وزنه متوسط الى صغير، ما ينتج تين اكثر من 50 غرام. احتمال اذا الشجرة قوية ومزروعة بالارض لفترات طويلة، يعني الشجرة بيها طاقة، يطلع بيها فاكهة 50 غرام. افتحها وشوفكم اياها. هذا داخلها، طبعا تين طيب من اصناف التين اللي بيها طعم توت، يكون داخلها احمر، بها قرمشة بذور قليلة، و يعني تقريبا ما بيها كثير رحيق بس مرنة، يعني بها طعم قوي عالي ومو لزجة مثل الكول ديدام ولا مثل بلاك ماديرا لزجة، بس لونها حلو، شكلها حلو، طعمها ممتاز. هذه مارتينينكا رومادا. اذا حبيت تشوف فيديوهات اكثر اشترك بالقناة. شكرا جزيلا.